السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في أول محاضرة لينا في كورس البيولوجي لمنهج الدبلومة الأمريكية EST. معكم دكتور وسام العربي، أستاذ فسيولوجي الجهاز العصبي، واللي بيشرفني أن يكون معاكم على مدار الكورس، اللي أتمنى أنه يحوز على رضاكم واستحسانكم ويفتح طريق جديد لكبار البيولوجيست على مستوى العالم إن شاء الله. طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده، احنا ماشيين على الخطه بتاعه الليفل اوف اورجانيزيشن او الخريطه بتاعه الليفل اوف اورجانيزيشن. هناخد النهارده ان شاء الله في الشابتر الاولاني الاتومز اند المولكيولز. هنتكلم عن الاتومز بالتفصيل والتايبس اوف مولكيولز اند اسينشال مولكيولز انسايد ذا بايولوجي او بايولوجيكال اورجانيزمز. زي ما قلنا احنا هناخد في الشابتر بتاع البايوكيمستري في المحاضره الاولانيه الاتوم اند المولكيولز، كمان هناخد الاسينشال اورجانيك مولكيولز في الليفنج اورجانيزمز. هنأجل السوليوشن ان شاء الله للمحاضره الجايه. طيب تعالوا نبدا مع بعض يا شباب. اول حاجه نفتح بقى الكشاكيل بتاعتنا ونبدا مع بعض نسجل اول شابتر معانا. يلا جاهزين؟ هنبدأ أول حاجة النهاردة هنتكلم عنها هي الأتوم. What is the meaning of atom؟ يعني لما أقول أتوم ده بيفكرني بيه. طبعاً الناس اللي درست chemistry فهمة أنا بقول إيه. الأتوم هي، هنا سنغير بس الألوان، هي الـ smallest part of and elements. خلاص يبقى هي ال smallest part of an element. مفيش حاجة تقدر أو مفيش أصغر من الأتوم في أي molecule أو في أي element موجودة على سطح الأرض. إذا أصغر حاجة عندنا هي الأتوم. الأتوم دي بتكون عبارة عن حاجة كده عاملة كده اسمها النيوكليوس. خلاص هنشوف بعد ما نخلص شرح، هنشوف الصور وهنشوف كل حاجه، بس انا عايزاكم تكتبوا ورايا. خلاص في حاجه اسمها نيوكليوس، وحوالين النيوكليوس في الايه؟ الاوربتس. هي بتبقى بالشكل ده، نيوكليوس وحواليها اوربتس كده، تمام؟ بالشكل ده. حتى ممكن نرسم النيوكليوس بلون تاني علشان تبقوا كده، اهي دي النيوكليوس وحواليها الاوربتس. فاحنا طبعا دايما بنرسم الاوربتس بالشكل اللي هو لاينز كده، بس علشان نبقى احنا فاهمين الايه المعلومه. طيب النيوكليوس وحواليها الاوربتس دي اسمها اوربتس. اوكي يا شباب الاوربتس. طيب النيوكليوس بتكون consists of حاجتين، خلاص بتحتوي على حاجتين. حاجة اسمها البروتون، ودي بتكون positive charge، خلاص، وحاجة تانية اسمها النيوترون، ودي neutral charge. يعني ايه neutral charge؟ يعني ولا هي positive ولا هي negative، خلاص ده اللي موجود inside the nucleus. طيب الاوربتس بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على حاجه واحده بس اسمها الالكترونز، والالكترونز دي بتكون نيجاتيف تشارج. اوكي يا شباب؟ طيب اذا الاليمنت هي اصغر حاجه موجوده في الاتوم هي اصغر حاجه موجوده في الاليمنت. معنى كده ايه؟ معنى كده احنا عندنا مثلا لو قلنا ان انا عندي كومباوند بالشكل ده، فانا بكسر الكومباوند علشان احوله الى كومباوند صغير، خلاص، وبعدين ارجع اكسر الكومباوند الصغير ده علشان احوله الى اتومز. فهمتوا؟ انما ينفع اكسر الاتوم؟ لا مستحيل. ليه؟ عارفين الانفجار النووي؟ الانفجار النووي لما يقول لك ايه ده حصل انفجار في الذره، انفجار في النواه بتاعت الذره، الاتوم هي الذره، خلاص، الطاقة الذرية. ايه اللي الطاقة، نسمع عن الطاقة الذرية واحنا رايحين مثلا طريق السويس، بنلاقي في يافطة كبيرة كده
اللي هي الشركة المصرية للطاقة الذرية أو هيئة الطاقة النووية. What is the meaning of الطاقة الذرية، الطاقة النووية؟ الحاجات دي كلها هي المقصود بيها الأتوم اللي احنا بنشتغل عليها أو بندرسها دي النهاردة. طيب، معنى إن أنا يحصل عندي أو إن أنا أكسر الأتوم دي، جيت أنا على الأتوم دي كده ورحت عايزة أقسمها نصين، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي explosion أو بيحصل عندي انفجار هائل بينتج عنه طاقة قوية جدا قوية جدا بتعادل الانرجي اللي جاية من احتراق البنزين على سبيل المثال. يعني أنا أقصد مش نفس القوة طبعا، الانرجي اللي خارجة من انشطار النواة بتاعة الأتوم دي بتديني طاقة رهيبة جدا، نفس الطاقة. يعني مثلا احنا بنحرق البنزين وبنحرق الفحم عشان يديني ايه؟ يديني انرجي علشان نشغل المعدات ونشغل الحاجات، لكن الطاقة النووية اللي بتخرج دي قادرة انها تدمر بلد كامل او قارة كاملة نتيجة لانشطار الايه؟ او السيبريشن بتاع النيوكليوس انسايد ذا اتوم. فاهمين حاجة يا شباب؟ سمعنا طبعا عن قنبلة هيروشيما وناجازاكي والحاجات دي كلها ناتجة عن إن هم جم على النيوكليوس دي هنا كده، جم على النيوكليوس دي كده وراحوا قاسمينها نصين. خلاص، انقسام النواة أو الأتوم أو النيوكليوس أو الانشطار، بنقول عليه الانشطار النووي، ده بينتج عنه طاقة هائلة متسببة طبعا في الحرب الفظيعة اللي حصلت، متسببة في دمار شامل في منطقة شرق آسيا. وطبعا نتيجة للانشطار النووي اللي حصل ده أدى إلى خروج إشعاعات معينة أثرت على الجينز والكروموسومز بتاعة الفصيلة دي أو الطائفة دي من الناس. ولما ناخد إن شاء الله الكلاسيكال جيناتكس وهناخد فيها الميوتيشنز اللي بتحصل في الكروموسومز، هنرجع نتكلم تاني عن تأثير الإشعاع اللي خارج من الانشطار النووي على الطفرات الجينية في الكروموسومز. تمام يا شباب؟ إذن نرجع تاني لشغلنا. النيوكليوس عندنا هي عبارة عن تحتوي على عفوا البروتون والنيوترون. تمام يا شباب؟ طيب، البروتون لو كتب النيوترون ما بيأثرليش على التشارج بتاع الأتوم خالص. ليه؟ لأن هو اوريدي ملوش شحنة، يعني مش بيأثر لي على التشارج. هي المفروض إن الأتوم بتاعتنا، المفروض إن الأتوم يكون النمبر، نكتب كده هنا إن أتوم، النمبر أوف بروتون بيكون equal للنمبر of a electron. تمام؟ يبقى في أي أتوم في الدنيا النمبر of بروتون بيكون equal للنمبر of electron. معنى كده بمنتهى البساطة إن البوزيتيف تشارج بتكون equal للإيه؟ للنيجاتيف. يعني الأتوم نفسها لو الاتنين زي بعض بتبقى have إيه؟ أو has بقى، نقول has صح؟ تاخدوا English بقى وكده، has no charge. تمام يا شباب؟ تبقى ملهاش أي charge في الإيه؟ في الموضوع بتاعنا. إذن الإلكترون والبروتون بيكونوا equal to each other، فبالتالي ما بيكونش للأتوم أي charge خالص لو البروتون والإلكترون قد بعض. الـ number of proton والـ number of electron دول بيدخلوا تحت مسمى ايه؟ او اجيب او اعرفهم منين او اجيبهم ازاي؟ ها البروتون والالكترون النمبر بتاعهم بيكون عباره عن حاجه اسمها الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر يعني كل اتوم ليها اتوميك نمبر خاص بيها. كل اتوم، يعني على سبيل المثال وليكن مثلا انا عندي الهيدروجين، الاتوميك نمبر هنقول مثلا هنا الاتوميك نمبر كده، الهيدروجين مثلا الاتوميك نمبر بتاعها واحد. خلاص، يعني ايه واحد؟ يعني النمبر اوف بروتون
equal كام؟ 1. والنمبر اوف الكترون equal كام؟ 1. خلاص ده في الايه؟ في الهيدروجين. طب انا عرفت الاتوميك نمبر ده منين؟ انا هعرفه منين؟ تمام؟ بعرفه من حاجه اسمها البريودك تيبل. اهو ادي البريودك تيبل زي ما انتم شايفين قدامنا. البريودك تيبل ده كل الساينتستس في العالم منذ الازل من ساعه ما اكتشفوا يعني ايه element اصلا واتوم، كل ما يكتشفوا element جديده بيبتدوا يسيرشوا ويبحثوا على البروبرتيز بتاعتها سواء physical or chemical properties. تمام؟ سواء physical او chemical properties، والمتشابهين مع بعض بيروحوا حاطينهم في البريودك تيبل. طب يا دكتور هو احنا هنحفظ البريودك تيبل ده؟ لا مش هنحفظ البريودك تيبل ولا حاجه، مفيش حد في الدنيا بيحفظ البريودك تيبل الا اللي هم الكيميائيين يعني اللي هم صميم شغلهم في الكيمستري. لكن لازم اعرف او يهمني اعرف حاجه مهمه جدا، كل المعادن او كل الاتومز اللي باللون البيربل. ليه؟ لان دي الاسينشال اتومز فور هيومن. Essential atoms for human زي الهيدروجين على سبيل المثال، انا مش عارفه هو مش راضي يغير اللون الاصفر، حب اللون الاصفر. تمام الهيدروجين، تمام عفوا نرجع تاني، الصوديوم، المغنيسيوم، كل الاتومز دي مهمه ان احنا نعرفها. طيب قبل ما انتقل للاسينشال اتومز فور هيومن، احنا كنا بنتكلم عن الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر هو الرقم اللي موجود فوق الايه؟ فوق الاتوم دي، يعني الهيدروجين 1 تمام، الصوديوم 11، المغنيسيوم 12. دي الايه؟ دي اسمها الاتوميك نمبر. يبقى انا دلوقتي ال 11 اللي فوق الصوديوم دي عباره عن الايه؟ الاتوميك نمبر. تمام؟ الاتوميك نمبر. طيب الاتوميك نمبر 11 يعني ايه؟ يعني النمبر اوف بروتون بيساوي 11، والنمبر اوف الكترون برضو بيساوي 11. واضح كده يا شباب؟ الموضوع كده تمام؟ الكربون 6، الصوديوم عفوا النيتروجين 7. تمام؟ طيب انا بقى التيبل ده مهم جدا في ان انا لازم ابقى عارف ايه النيمز اوف اتوم اند السمبل، دول اللي هم essential for ايه؟ for living organisms. ايه هي او اللي احنا هنستخدمهم معانا يعني في البيولوجي؟ الاكسجين، الهيدروجين، الكربون، النيتروجين، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الفوسفرس، السلفر، الكالسيوم، والمغنيسيوم. دي الاتومز اللي بنستخدمها كتير جدا في شغلنا، هتتكرر كتير جدا قدامنا، فدي حفظ. ليه حفظ؟ ليه طالبه منكم تحفظوها؟ علشان احنا في اثناء ما احنا بنشتغل هنلاقي مثلا عندنا تشابتر مهم جدا اسمه الميتابوليزم. الميتابوليزم ده عباره عن كيميكال ايكويشنز انسايد ذا سيل اوف ذا ليفينج اورجانيزمز. عايز اعرف ازاي بخرج انرجي. كل الكيميكال رياكشنز دي هقول والله ده الاكسجين زاد، ده دخل عندي الكالسيوم ايون، ده مش عارفه حصل عندي صوديوم بوتاسيوم بام. اذا انا لازم ابقى عارف الرمز بتاع او السيمبل بتاعه الاتومز دي. الاكسجين O، تمام، الهيدروجين H، الكربون C، النيتروجين N، الصوديوم Na، ودايما لما بيكون عندي حرفين الفيرست ليتر از ا كابيتال والسكند ليتر از ا سمول. اوكي البوتاسيوم K، الكلورايد Cl، الفوسفرس P، تمام، السلفر S، والكالسيوم Ca، والمغنيسيوم Mg. خلاص يا شباب؟ تاني هرجع واقول التيبل ده لازم نحفظه كويس علشان ما ينفعش ابدا
اكون داخل امتحان بيولوجي او داخل مثلا كليه ميديكال ومانيش عارف السيمبول بتاع الصوديوم. يعني انا لما اقول لك اكتب لي صوديوم كلورايد ما ينفعش تكتب لي صوديوم كلورايد، ده غلط، هتروح عامل لي كده صوديوم كلورايد. اوكي طيب، عايزين نرجع تاني بقى للشاشه اللي فاتت اهي. زي ما قلنا الاتوميك نمبر بتاعنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن النمبر اوف بروتون اند النمبر اوف الكترون. النمبر اوف بروتون بيكون ايكوال للنمبر اوف الكترون. يعني لو قلنا في الهيدروجين اتوم هيكون عندي 1 بروتون and 1 الكترون. طيب تعالوا كده، ايه رايكم نرسم مع بعض الاتوم بتاعه الهيدروجين علشان نتخيل الدنيا عامله ازاي. ادي النيوكليوس اهي، خلاص، وحواليها الاوربتس بتاعه الالكترونز بالشكل ده. الاوربتس طبعا بتبقى واخده رمز KLMN، خلاص. ال KLMN دي ثابتة في كل الأتومز. احنا بنحط الحروف دي علشان نقول مثلا في الأوربت M عندي كذا إلكترون، ال N في مش عارفة، خلاص. فدلوقتي أنا عندي ال K ده بيشيل 2 إلكترون فقط، مستحيل يشيل أكتر من 2 إلكترون. يعني ما ينفعش تقول لي لا يا عم ما عنده مكان فاضي ما تحط له كمان إلكترون، ما فيش حاجة اسمها كده. الأوربت K بيشيل only 2 إلكترون، الأوربت L بيشيل 8 إلكترون، الـ M بيشيل 18، أما الـ N بيشيل 32. خلاص كده؟ إلكترونز، إلكترونز، إحنا بنتكلم عن الإلكترونز هنا. فين؟ في الاوربتس اللي حوالين النيوكليس، تمام يا شباب؟ انما البروتونز كلها موجوده انسايد ذا نيوكليس. يعني عندي مثلا 35 الاتوميك نمبر 35، هيبقى عندي جوه النيوكليس في 35 بروتون، لكن الالكترون بتبقى متوزعه على الاوربتس بالترتيب ده 2 و8 و18 و32. خلاص كده يا شباب؟ طيب يبقى انا هنا لو قلت الهيدروجين اتوم هيكون عندي هنا كام بروتون؟ هيكون عندي 1 بروتون، هيكون عندي 1 بروتون بالشكل ده، تمام. والالكترونز زي ما قلنا النمبر اوف، هنا نكتب دي بروتون عشان ما تتلخبطوش كده، بروتون يعني ايه؟ يعني بوزيتيف تشارج، هنكتبها كده، نعملها نعمل بوزيتيف عليها علشان تفتكروها، خلاص. وهيكون عندي كام الكترون؟ احنا قلنا النمبر اوف بروتون بيكون ايكوال للنمبر اوف الكترون، اذا انا عندي اونلي 1 الكترون وهيكون عليه نيجاتيف تشارج. كده البوزيتيف ايكوال للنيجاتيف، يعني الاتوم نفسها مش عليها تشارج. فاهمين حاجه؟ يعني انا عندي اهي ادي نيوكليوس وادي الاوربت، هنا البوزيتيف قد النيجاتيف، فبيحصل لهم ايه؟ نيجلكشن، خلاص مفيش تشارج على الاتوم. تمام لحد دلوقتي يا شباب؟ أعتقد كده المعلومة تكون وضحت. زي ما قلت لكم قبل كده، لو سمحتوا وانتوا بتكتبوا معايا الشرح بتاع المحاضرات، انت جنبك نوتس صغيرة كده بتكتب، لأ الجزئية دي أنا مش فاهمها، الحتة دي أنا حاسس إن أنا محتاج تتعاد بطريقة مختلفة. هتقولي طب أنا ممكن أرجع الفيديو، لأ أنا ممكن أشرحها لك بطريقة تانية لو انت في جزئية مش فاهمها، تمام؟ فهتكتب نوتس علشان بعد ما نخلص المحاضرة هتكتب لي النوتس بتاعتك دي في الكومنتس، علشان إن شاء الله المحاضرة اللي بعدها هرد عليكم وأقول لكم إزاي نعيد شرحها بطريقة تانية، أو أشرح لكم الجزئية اللي ما فهمتوهاش، تمام كده؟ طيب لحد دلوقتي واضح فكرة البروتون والإلكترون inside the إيه؟ the atom. طيب المعلومة التانية اللي عايزة أقول لكم عليها، إن الأتوم اللي قدامنا دي مش مبسوطة، متضايقة،
متضايقة أو متعصبة وحاسة إن هي عايزة تموت حد، حاسة إن هي تفضل تخبط في أي حاجة في الدنيا لحد ما تتبسط، مخنوقة، خليني أمسح بقى الأوربتس الزيادة دي لأن هي ملهاش لازمة، إحنا بنتكلم عن الهيدروجين أتوم. تمام؟ طب أنت زعلانة ليه هيدروجين دلوقتي؟ يعني أنت الأتوميك نمبر بتاعك 1، فعندك 1 بروتون inside the nucleus and 1 electron في الأوربتس K. طب أنت زعلانة ليه؟ هتقول لك أنا زعلانة لأنه الكي أوربت اللي قدامنا ده لازم يكون ما بيرتاحش ولا يهدى ولا يكون ستيبل إلا لما يكون الكي أوربت لـ 2 إلكترون، وأنا ما عنديش في اللاست أوربت بتاعي غير only 1 إلكترون، أعمل إيه؟ دايماً الأتوم اللي اللاست أوربت بتاعها مش كومبليت بتسعى إنها تكمل اللاست أوربت بتاعها. يعني إيه؟ يعني الهيدروجين أتوم دي تفضل تدور طول ما هي ماشية على إلكترون، تفضل تدور على إلكترون علشان تاخده وتحطه في اللاست أوربت بتاعها، فاللاست أوربت بتاعها يكون 2 إلكترون زي ما هي، زي الطبيعي إن الـ K2 إلكترون. فاهمين حاجة؟ طيب أو تسعى تعمل إيه؟ طب خلصني بقى من الإلكترون اللي مدوخني ده وشيل أو خرج لي الإلكترون ده خالص وشيل الأوربتس وأنا هكتفي بالنيوكليس ومش عايز إلكترونز عندي لأن أنا مش مستريح واللاست أوربت بتاعي مش مكتمل. طبعاً بالنسبة للهيدروجين اللاست أوربت هو الفيرست أوربت لأنه only one electron one proton، لكن في بعض المركبات التانية أو الأتومز التانية بيكون كذا أوربت كذا أوربت بس اللاست أوربت بتاعها مش مكتمل للأسف، فهي بتفضل تدور على إلكترونز علشان تكمل اللاست أوربت بتاعها. يبقى الأتوم علشان تكون ستيبل لازم أو بتسعى وبتحاول إنها تكمل اللاست أوربت بتاعها بالإلكترونز اللي ناقصة. يعني لو أنا عندي إلكترون على سبيل المثال، عندي عفواً أتوم وحواليها أوربتس بالشكل ده وجيه اللاست أوربت مثلاً، إحنا هنا عندنا 18 خلاص، عندي مثلاً 17 في اللاست أوربت تمام وناقص لها واحد، تفضل تدور 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 لحد ما تلاقي الإلكترون ده من أي مكان بقى يا شباب. طب إحنا بندخل الإلكترونز إزاي للأتوم؟ ها؟ عن طريق الإيه؟ عن طريق الكيميكال، الكيميكال رياكشن، الكيميكال رياكشن. فكرة إن أنا أكمل اللاست أوربت في النيوكليوس هي دي فكرة الكيميكال رياكشنز. الأتومز بتدخل التفاعلات الكيميائية تو أتومز مع بعض علشان واحد بيجين إلكترون واحد بيلوز إلكترون فبيدوا بعض فبيحصل كيميكال رياكشن، وهنشرح الكيميكال رياكشنز دلوقتي وهنعرف ازاي بتتم. خلاص؟ يبقى دي فكرة الايه؟ الكيميكال رياكشنز. وفكرة الايونز، انا انا بعمل ايونز، ايه هو الايونز؟ تعالوا بقى نتكلم شوية عن الايونز. الايونز هو عبارة عن، لو اتكلمنا على نفس الهيدروجين اتوم، نفس الهيدروجين اتوم خلاص، انا عندي هنا 1 بروتون وايه 1 الكترون، فهي انستيبل عايزه تخلص من الالكترون ده، دي الهيدروجين اتوم، هي مش مبسوطه، يا تديها الكترون يا تاخد الالكترون اللي عندها وتخلصها منه لان هي كده مش ستيبل، فبيحصل ايه؟ بيحصل انها بتلوز الالكترون لوس. لوس ايه اللي انا كاتباه ده؟ سوري. ها؟ بتلوز الالكترون خلاص، بتتحول الى، بصوا معايا بقى ركزوا بقى، عندي هنا بوزيتيف ومفيش اوربت خلاص، مفيش الكترون، نو الكترون خلاص، لان هي الالكترون خرج، بنعمل السهم لبره كده، فبيحصل ايه؟
كده الهيدروجين اتوم دي ما بقاش عندها هنا نيجاتيف، ما بقاش موجود، بقى عندي ايه؟ عندي بس في النيوكليوس في بوزيتيف، فالتشارج بتاعت الاتوم هتبقى عبارة عن ايه؟ ها هتبقى عبارة عن بوزيتيف تشارج، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب؟ بوزيتيف تشارج. ثواني، في حصل حاجة في الشير. تبقى واخدة positive charge كده. ليه positive؟ لأن البروتون دلوقتي بقى عدده أكتر من الإلكترون. البروتون بقى عندي هنا 1 بروتون و 0 إيه؟ إلكترون. خلاص 1 بروتون و 0 إلكترون. أوكي يا شباب؟ طيب ده الإيه؟ الفكرة بتاعت الأيون. إذن الأيونز عبارة عن إيه؟ الأيونز معناها mean that، الأيونز mean الأيونز means that the atom gain or lose الايه؟ lose electrons. طبعا ايا كان العدد 1 2 3 على حسب هي بتكمل اللاست اوربت ازاي بتاعها ازاي. فبالتالي فبتبقى لو هي حصل لها جين للالكترون هتبقى يعني ركزوا معايا، لو حصل جين للالكترون جالي الكترون زياده، فبدل ما بقى هنا عندي 1 بقى عندي 2 الكترون، فهيبقى النمبر اوف بروتون 1 والنمبر اوف الكترون 2، صح ولا لا؟ كده واحد هنا وواحد هنا، ساعتها هيبقى لو حصل جين للالكترون ساعتها هيبقى التشارج بتاعت الاتوم ايه؟ التشارج بتاع الاتوم هنا كده نيجاتيف، صح ولا لا؟ هتبقى نيجاتيف. ليه؟ لان النمبر اوف الكترون هتبقى مور ذان النمبر اوف الايه؟ اوف بروتون. فلو هي حصل لها جين هتبقى الاتوم نيجاتيف، لو حصل لها لوز هتبقى الاتوم ايه؟ بوزيتيف. فقدت الالكترون زي الحاله بتاعت الهيدروجين، ساعتها هيبقى عدد الايه؟ الالكترون اقل من عدد البروتون، فبالتالي هتكون بوزيتيف تشارج. واضح كده يا شباب؟ الايونز هي عباره عن ايه؟ الايونز هي عباره عن لوز اور جين الالكترونز، فبالتالي بتاخد الايه؟ التشارج. لو رجعنا للسكيديول تاني بتاع الاسينشال اليمنتس اللي عندنا، الاسينشال اليمنتس، الاكسجين اتوم، الاكسجين اتوم لما بيتحول الى ايون بيتحول الى اكسجين نيجاتيف لانه بيلوز 1 الكترون. الهيدروجين بيجين الكترون، الاكسجين بيجين الكترون، ده جين الكترون. اوكي الهيدروجين بيبقى بوزيتيف لانه بيلوز الكترون. الكربون بيكون شويه قصة كده، الكربون هشرحها لكم إن شاء الله لما ناخد الأورجانيك كومباوندز. النيتروجين النيتروجين كمان بيبقى واخد تشارج مختلفة شوية زي الكربون، تمام. أما الصوديوم بيكون بوزيتيف تشارج، خلاص بياخد only one positive لأن هو بيلوز إلكترون. البوتاسيوم كمان بيلوز إلكترون. الكلورايد بيجين إلكترون زي الأكسجين، تمام. يعني دي الايونز اللي احنا بنتعامل معاها كتير، الفوسفورس والسلفر دي كلها نيجاتيف، بتبقى نيجاتيف يعني بتجين الكترون. الكالسيوم بوزيتيف تشارج، تو بوزيتيف لان هي
بتلوز 2 الكترونز خلاص، يعني مع الشغل هقول لكم الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل واحنا بنشتغل على الايكويشنز. بس فكره الايكويشن او فكره الكيميكال رياكشن نفسها هي فكره تفاعل ما بين ايه، ما بين الالكترونز وبعضها وبعض علشان تعمل لي ما يسمى بالمولكيولز. وهناخد دلوقتي الكومباوندز وهنشوف ازاي بتتم عمليه التفاعلات الكيميائيه. واضح يا شباب لحد دلوقتي؟ مفهوم؟ هناخد بقى دلوقتي خليني ابص كده سريعا. تمام، احنا ده بالنسبه للاتوم. الاتوم عباره عن النيوكليوس، النيوكليوس والاوربت. النيوكليوس بيكون عباره عن البروتون والنيوترون. النيوترون هي عباره عن نيوترال شارج، والبروتون بوزيتيف شارج، الالكترون نيجاتيف شارج. وزي ما قلنا احنا عندنا الاوربت عباره عن كي ال ام ان، والكي بتاخد 2 الكترون، ال بتاخد 8 الكترون، الام 18 والان 32. خلاص كده ده الشكل بتاع الانرجي ليفل حوالين النيوكليوس. وكمان عندنا شكل النيوكليوس وحواليها الاوربتس بتاعت الالكترونز. بعد كده البريودك تيبل والاسينشال اتومز اللي قلنا هنحفظها. دلوقتي هندخل على المولكيولز. فكره المولكيولز زي ما قلنا هو عباره عن اتوم بلس اتوم. خلاص، اتوم بلس اتوم تديني ايه؟ تديني الاتومز دي ما بينهم وبين بعض كده حاجه اسمها بوند. بوند خلاص، اتوم مع اتوم تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ مولكيول يا شباب. يبقى ده مولكيول. اوكي، يبقى الاتوم هو عباره عن مولكيول، is an electrically neutral group of two or more atoms held together by a chemical bond. بقى انا عشان يحصل عندي chemical reaction لازم يكون عندي حاجه اسمها الكيميكال بوند. الكيميكال بوند دي يا شباب يا اما completely lose للالكترون او completely gain للالكترون، تمام، او نعمل sharing ما بيننا. نعمل sharing، انا محتاج الكترون وانت محتاج الكترون، طب ايه رايك لو احنا عملنا شيرنج مع بعض في اللاست اوربت؟ فبالتالي مش هنخسر الايه، لا انت تخسر ولا نخسر، تمام، فهنعمل شيرنج بيننا وبين بعض. ومن هنا لازم اعرف ايه هي التايبس اوف كيميكال بوندز. الكيميكال بوندز عندنا هي عبارة عن ورقم واحد حاجة اسمها الايونيك بوند. الايونيك بوند دي بتكون عبارة عن بوند between two elements completely lose or completely gain الالكترون. يعني زي الصوديوم كلورايد، الصوديوم اهو عنده الكترون زيادة في اللاست اوربت. يعني اللاست اوربت سي مثلا بيشيل مثلا اللاست اوربت بيشيل 32، تمام، وهو عنده في اللاست اوربت اونلي 1 الكترون، فهو الاسهل ان هو يلوز الالكترون النهائي. انتوا فاهمين انا بقول ايه ولا مش متخيلين؟ ادي النيوكليوس اهي وادي الاوربتس. زي مثلا هو عنده هنا واحد واللاست اوربت بيشيل 32، تمام، فهو الاسهل ان هو بدل ما يجين 31 وناقص له 31 الكترون، بدل ما يكتسب او يجين 31 الكترون، لا ده هو هيلوز 1 الكترون ويخلص الموضوع. ابسط ان هو completely loss of the last orbit electron. خلاص، عندي بقى الكلورايد، لا الكلورايد اللاست اوربت بتاعه بيشيل 8، تمام، ادي 1 2 3 4 5 6 وعنده هو 7 بس. خلاص، عنده 7 الكترون بس في اللاست اوربت، فمحتاج الكترون عشان يكمل الثمانية. اللاست اوربت يكون 8، فهو محتاج يجين الكترون. واضح يا شباب؟ فبيعمل ايه؟ بيروح متفق مع الصوديوم يقول له خلاص انت علشان تستقر خلص نفسك واديني الالكترون ده. بيروح واخد منه الالكترون ده تماما
complete lose of electron, والكلورايد هيعمل complete gain of electron. وده اللي باين قدامنا من الصورة اهي. ادي الصوديوم ما بقاش عنده اي electrons خلاص، واخد positive charge، والكلورايد كمل اللاست اوربت بتاعه ب 8 electron، وبقى عنده electron زيادة. electron زيادة عن ايه يا شباب؟ افتكروا اللي قلناه من شوية، electron زيادة عن البروتونز اللي موجودة. هو البروتون فيه 7 وانا بقيت 8 الكترون، فبقت الكلورايد عندها نيجاتيف تشارج. البوند دي ما بين الصوديوم والكلورايد اسمها ايونيك بوند. اسمها ايه؟ ايونيك بوند. اذا ايه هي الايونيك بوند؟ الايونيك بوند هي بوند بتوين تو اتوم، وان اوف ذم كومبليت لوست ذا الكترون اند ذا اذر كومبليت جين الالكترون. خلاص واضح تمام كده يا شباب؟ طيب نيجي بقى نشوف البوند اللي بعد كده. البوند اللي بعد كده اسمها كوفالنت بوند. الكوفالنت بوند دي زي ما قلت لكم بنعمل شيرينج في الالكترون زي الاكسجين. الاكسجين ماشي، اللاست اوربت بتاع الاكسجين ادي الاكسجين او عنده الكترون 2 الكترون بالشكل ده خلاص. 1 2 3 4 5 6 فاضل له كام؟ فاضل له 2 الكترون، محتاج 2 الكترون. ايه هما ال 2 الكترون؟ ليه؟ عشان اكملهم 8 في اللاست اوربت بتاعي. فبيجي يروح يعمل بوند ما بين ما بينه وما بين اكسجين تاني برضو بنفس الطريقه اهو. طيب هل ينفع يلوز ال 2 الكترون؟ ما هو لو حصل لوز للتو الكترون واداهم لاتوم تانية هيفضل عنده مشكلة، مش هيستقر برضو. ده محتاج اتنين، محتاج اتنين ولا يلوز سكس عشان يستقر يلوز سكس؟ وده مستحيل ان هو يلوز السكس الكترون كلها كده بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 لازم يفقدهم كلهم، لا مش هينفع. فالاسهل ايه؟ الاسهل ان هو يجين. طب لما يجي يتحد بقى او يرتبط مع حاجه زي الاكسجين اللي هو برضو محتاج اتنين يعمل ايه؟ فيروح الاكسجين الثاني يقول له طب ايه رايك، ولا انت تلوز ولا انا لوز، ولا انت تجين ولا انا جين، ايه رايك نعمل شيرنج بيننا وبين بعض في الالكترونز اللي ما بيننا دي؟ يبقى انا لما هاخد من اللاست اوربت بتاعك اتنين، يعني بيروحوا كده مقربين من بعض في الاوربتس بالشكل ده تمام، وادي الاكسجين التانية بالشكل ده كده خلاص اهو، بيبقى كده مثلا كده فاهمين. فاللاست اوربت هنا بيكون، انا مش عارفه بس عايزه اغير لكم اللون، هو مصر يكتب الاحمر مش مشكله. هنا 2 الكترون وهنا 2 الكترون، فبقى ده كده مكتمل وده بقى كمان مكتمل، فحصل ما بينهم شيرنج. ده في الايه؟ في الكوفالنت بوند تمام يا شباب. طيب البوند نمبر 3 هي الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هي شبه الكوفالنت بوند شويه، يعني شيرنج في الالكترون ما بين two molecules بس between hydrogen atom. لازم يكون عندي hydrogen atom، هي عبارة عن covalent bond عادية خالص بس between hydrogen atom and another ion، مش هتفرق بقى أي atom تانية oxygen carbon whatever، المهم إن طالما الهيدروجين في الموضوع إذا هي hydrogen bond تمام. البوند نمبر 4 هي الميتاليك بوند، والميتاليك بوند دي احنا مش بنستخدمها في البيولوجي على الاطلاق. الميتاليك بوند دي بتستخدم بس في المصانع، في الشغل بتاع الاورجانيك كيمستري، المصانع بتاعه المصانع الكيميائيه بصفه عامه في التصنيع. يعني هي عباره عن بوند بتوين الميتالز وبعضها البعض، بس انا حبيت اقولها لكم برضه عشان تبقوا عارفينها. اذا احنا في البيولوجي بنستخدم ايه؟ بنستخدم الثلاثه بوندز الاولانيين، الايونيك بوند، الكوفالنت بوند، والهيدروجين بوند. لازم نركز كويس قوي في هل البوند اللي عندي دي هل هي ايونيك هل هي كوفالنت. ليه؟ علشان لما ناخد التفاعلات الكيميائيه نبقى عارفين الايون اللي قدامي ده هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ايه بالظبط تمام يا شباب. طيب دلوقتي احنا
هناخد بعد ما عرفنا التايبس اوف كيميكال بوند، عايزه اتعرف اكتر على المولكيولز اللي تهمني في البيولوجيكال اورجانيزمز. لما اتكلم عن المولكيولز المهمه في الاورجانيك او عفوا الليفينج اورجانيزمز، يبقى بتكلم دايما عن الاورجانيك كومباوند. الأورجانيك كومباوندز يا شباب هي كل الكومباوندز ذات كونتين الكربون اتوم ان ذير مولكيول. يعني ايه؟ يبقى هنكتب كده الأورجانيك كومباوندز must contain كربون اتوم in the molecule. في المولكيول لازم يكون محتوي على الكربون اتوم. اذا طالما عندي كربون اتوم اذا انا بتكلم عن اورجانيك كومباوند. ايه هي انواع الاورجانيك كومباوند؟ طبعا الاورجانيك كومباوندز كتيره جدا على مستوى ال مولكيولز يعني في الكيمستري، لكن انا بتكلم عن الاورجانيك كومباوندز الامبورتنس في الليفينج اورجانيزمز. هنقسمها مع بعض الاورجانيك كومباوندز المهمه في الليفينج اورجانيزمز. اول حاجه عندي الكربوهيدرات، وبعدين البروتينز، وكمان عندي الليبيدز والإنزيمز، وآخر حاجة عندي النيوكليك أسيدز. الكربوهيدرات دي هي كل المولكيولز اللي بتحتوي على كربون أتوم زي ما قلنا، وكمان مهمة جداً في الانرجي. الكربوهيدرات هي اهم مولكيول في الانرجي. هناخد كل المركبات دي واحده واحده ونبدا ان احنا نشرحها ونتكلم عنها بالتفصيل. قبل ما اخد الكومباوندز واتعلم الانواع بتاعتها، عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. في حاجه عندنا اسمها الارقام اللاتينيه. الارقام اللاتينيه دي يا شباب هي احنا بنستخدمها في البيولوجي كتير جدا. كلمة مونو وداي وتراي وتترا وبنتا وهكسا وهبتا وأكتا ونونا وديكا، خلاص؟ طبعا معظمكم عارف الأرقام دي. يعني لما أقول مونو معناها 1، داي 2 أو باي كمان، يعني ممكن باي، خلاص؟ داي وباي، خلاص؟ تراي يعني 3، تترا 4، بنتا 5. بنتا وعندي كمان ايه؟ عندي حاجه اسمها ريبوز برضو بستخدمها في، او رايبو، بلاش ريبوز، رايبو يعني 5، خلاص. هيكسا يعني 6 وهبتا يعني 7. لحد هنا كده؟ لا مش لحد هنا، قبل هنا. لحد هيكسا ده استخدمنا في البيولوجي. احنا في البيولوجي ما بنستخدمش من الحروف اللاتينيه او من الارقام اللاتينيه اكتر من هيكسا، لكن الهبتا والاوكتا والنونا والديكا دي بتستخدم في بقيه التفاعلات الكيميائيه مش في جسم الكائنات الحيه، خلاص كده. هل انا لازم ابقى عارف الارقام اللاتينيه؟ معلش سامحني، حفظ. لازم تبقى عارف الارقام اللاتينيه، لازم تبقى عارف يعني ايه مونو، يعني ايه داي، يعني ايه تراي، يعني ايه تترا، يعني ايه بنتا، يعني ايه هكسا، لان احنا هنستخدم الحاجات دي اثناء ما بنشتغل وهتشوفوها دلوقتي، خلاص. طيب حاجه اخيره في الكومباوندز. انا عارفه ان انتوا زهقتوا من الكلام في الكيمياء شويه، هنتكلم بقى بيولوجي دلوقتي. حاجه اخيره لازم نبقى عارفينها هي حاجه اسمها البي اتش او الميديوم. كل التفاعلات الكيميائيه او الكيميكال ايكويشنز علشان اعمل الكومباوندز اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي لازم تكون في ميديا، لازم الكومباوندز دي او التفاعلات الكيميائيه والكيميكال رياكشن تكون
في ميديا معينه، الميديا دي لازم يكون ليها بي اتش، لازم يكون ليها درجه بي اتش. ايه البي اتش ده يا شباب؟ هي درجه الحموضه. يعني مثلا على سبيل المثال، تعالى خد نقطه ليمون كده، حط نقطه ليمون على لسانك، تمام؟ دي اسمها اسيدك، دي اسيدك حامض، اوكي؟ ولا تعالى مثلا هات حاجه زي ايه، مثلا نقول افوكادو، الافوكادو، وحطها في الفم، هتلاقي طعمها دلع كده، يعني في احساس مراره شويه. يعني هي دي البيزك. انا عندي البي اتش هو اللي بيقيس لي درجه الاسيديتي، درجه الاسيديتي، الاسيديتي درجه الحموضه. هل الميديا اللي انا شغال فيها التفاعل بتاعي اسيدك ولا الكالاين او بيزك؟ اسيدك ولا الكالاين، تمام؟ طب مين اللي بيحدد لي الاسيديتي بتاعت الميديا؟ هي البي اتش. طبعا احنا بنقيس البي اتش بحاجه اسمها بي اتش ميتر، خلاص؟ في جهاز كده بيبقى عامل زي بالشكل ده، تمام؟ وفي السكيل اللي قدامنا ده بالشكل ده، وطالع منه زي تيوب كده، وحاجه عامله زي السرنجه، هي مش سرنجه طبعا، هي بتبقى ميتر، وبنحطها في الميديا بتاعتنا لو انا عايز اظبط الميديا، وبحطها وبيقيس هو درجه البي اتش قد ايه. طبعا بياخد القرايه كده وبيديني هنا كده، بيبقى يكون عندي سكيل وبيقول لي والله ده واحد، ده اتنين، ده تلاته، ده اربعه. طب وبعدين لما انا عرفت واحد اتنين تلاته استفدت ايه؟ طيب قال لك ايه بقى يا باشا؟ قال لك انه، هو مين اللي قال لك؟ مش عارفه، بس هو في حد قال لك انه لغايه السفن، السفن هنا عندي ده نيوترال، البوزيتيف قد النيجاتيف. لا هنا بوزيتيف، ثواني يا شباب معلش، هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، تمام؟ زي مثلا بالشكل ده. طيب يعني ايه؟ يعني 6 5 4 3 2 1. طب 2 و2 من 10، طب 4 و3 من 10، كل ده اسيدك، ده كله اقول عليه اسيدك، خلاص؟ لكن الدان 7 ونص 8 9 10، كل ده الكالاين او بيزك، تمام؟ الاسم الثاني بيزك. يبقى البي اتش هو السكيل that used to specify the acidity أو الالكلينيتي أو البيزاستي of الاكوس سوليوشن أو الميديا اللي احنا شغالين فيها. الاسيديك سوليوشن هو السوليوشن with a with higher concentration of hydrogen atom. يبقى مين اللي بيحدد لي الاسيديتي؟ نسبة الهيدروجين اتوم inside the a the atom، خلاص؟ أما اللور هيدروجين اتوم ده بيكون بيزك a بيزك الكالاين. واضح يا شباب معايا؟ طيب ده كده المعلومه اللي كنت عايزه اقولها لكم. خلينا فاكرين ان دي حفظ برضو لازم اعرف، لان احنا ان شاء الله لما نيجي نشتغل على التفاعلات الكيميائيه في عمليه الهضم والهرمونات والحاجات دي، فانا لازم اعرف نسبه البي اتش بتاعت الميديا. يعني البي اتش بتاعت الاستومك، خليني امسح كده كل الكلام ده علشان نركز مع بعض شويه. يعني مثلا الاستومك، المعده، البي اتش بتاعتها 2 و2 من 10، لكن الانتستين، الامعاء، البي اتش بتاعتها كام؟ سي نقول 8. يبقى دي اسيدك ودي الكالاين. الانزيمات اللي بتشتغل في الاستومك ما ينفعش تشتغل في الانتستين، ولا الانزيمات اللي بتشتغل في الانتستين ينفع تشتغل في الايه؟ في الاستومك. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا؟ طبعا المعلومه خدناها اثناء ما احنا بنشتغل بقى على الفترات اللي جايه او المحاضرات اللي جايه، هنفهم اكتر وهنفسر اكتر. في حاجه عايزه اقول لكم عليها يا شباب، الكلام اللي احنا عمالين نقوله من اول المحاضره ده لازم نكون عارفينه، لكن مش مطلوب مني ان انا اقعد احفظ وارسم الاتوم والحاجه اللي انا طلبت منك تحفظها، بس هي اللي تحفظها النمبرز بتاع النمبرز باللاتيني، دي مهمه. نسبه البي اتش امتى اقول عليها الكالاين واسيدك، دي مهمه.
ايه تاني خدناك في الاول؟ اخدنا كمان الكومباوندز، عفوا الاتومز المهمه في الكائنات الحيه، لازم ابقى عارف السيمبل بتاعها عشان التفاعلات الكيميائيه. انما بقيه الحاجات اللي خدناها، خدناها علشان دماغنا تتفتح لفكره التفاعلات الكيميائيه. انواع البوند الكوفالنت والايونيك والحاجات دي مش بتيجي في الامتحان، بس انا محتاجه ابقى عارفها. واضح يا شباب؟ انت محتاج تبقى عارف الحاجات دي، ما ينفعش نعديها، ما ينفعش ادخل امتحان وانا في حاجات كتير واقعه مني. انت ممكن على فكره تدخل الامتحان وتهبد الاجابات كلها وتضرب معاك وتجيب السكور. تعال بقى يا باشا خش كليه طبيه واقعد في سنه اولى 3 4 سنين، تمام؟ ما هو ده اللي بيحصل للاسف، وده اللي كان بيحصل في الدفعات اللي قبل كده. انا بقول لكم الكلام ده عن ثقه، انا استاذه جامعيه بدرس بقالي اكتر من 20 سنه 25 سنه. طبعا من ساعه ما كنت معيده، انا مش عجوزه قوي كده، بس يعني اقصد من ساعه ما كنت معيده. الولاد اللي جايين من الامريكان كانوا بيعملوا ايه في البيولوجي علشان يجيبوا سكور؟ طبعا البيولوجي تك تك تك، اخبط خبط، سي سي سي، كله اختار سي اختار سي وبعدين، تمام؟ فجاب السكور ودخل كلية الطب. تعال بقى اقعد معايا، هو مش فاهم حاجة، هو مش فاهم احنا بنقول ايه، حتى المصطلحات العلمية اللي احنا بنقولها، مع ان هو دخل بيولوجي وامتحن، بس هو مش فاهم انا بقول ايه. وكنا بنعاني جدا، وكنت بقعد افهمهم واعلمهم. طب ليه؟ طب ليه؟ لانه ما اهتمش يتعلم. هو ده اللي انا بحاول اقوله لكم من البدايه، ودايما اعيد وازيد فيه. لو سمحتوا حاولوا تتعلموا، احنا هنفضل نشتغل وهنفضل نقول ونعيد ونزيد لحد ما المعلومه تدخل في دماغي. هي مش فكره ان انا دلوقتي داخل الامتحان وهرجع اعيد الكلام ده تاني حفظ يا اولاد ومذاكره لما ادخل الكليه. طب ايه الكليات اللي هتحتاج البيولوجي تاني عشان اشتغل بيها؟ كل الكليات الطبيه وانتم عارفينها، اسنان وبشري وعلاج طبيعي وبيطري، ايه تاني، صيدله، كل ده بيحتاج البيولوجي. طبعا بايوتكنولوجي، وده من الكليات المهمه جدا في الفتره الاخيره وانتشرت وليها مستقبل عظيم في الشغل. ان شاء الله بقى اعمل لكم محاضره على اهم الكليات والمستقبل لانهي كليات بالظبط. حتى لو دخلت بشري هقول لك تتخصص في ايه وتعمل ايه علشان تكون مهم، لان طبعا اعداد الاطباء دلوقتي بقت كتيره جدا. اعداد المهندسين كل سنه بيتخرج عندنا في مصر 25 الف مهندس، تمام؟ انت مطلوب منك ايه علشان تكون متميز عن بقيه زمايلك؟ هو ده بقى اللي هيفرقك عن غيرك، تمام؟ فدي الحاجات اللي انا عايزاكم تركزوا. مش كل حاجه تقول ودي لازمتها ايه، طب هي بتقول لنا الكلام ده ليه، طب اسمعها وما تحفظهاش. الحاجه اللي حفظها هقول لك عليها حفظ. واضح يا شباب؟ هنرجع دلوقتي للاورجانيك كومباوندز واهم الاورجانيك مولكيولز اللي موجوده عندنا. هنبدا دلوقتي باول كومباوند عندنا وهو الكربوهيدرات. ثواني نمسح بس الكلام ده. احنا خلاص عرفنا ايه هي الاورجانيك مولكيولز اللي موجوده. هناخد اول حاجه عندنا وهي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يا شباب ينقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. نركز بقى في الأرقام اللاتينية اللي احنا لسه قايلين عليها. ها، مونو، احنا قلنا مونو يعني إيه؟ يعني واحد، ون، مونو سكرايد، تمام. تاني حاجة عندي داي سكرايت. داي يعني اتنين، تو. واخر حاجة عندي بولي سكرايت.
أنا عندي كده ثلاث types, three types of carbohydrates: monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. And polysaccharide. يبقى المونوساكرايد ده, المونوساكرايد من اسمه هو عبارة عن the simplest form of carbohydrates. Simplest form of carbohydrates. أما الدايساكرايد فهي بتكون عبارة عن اتنين مونوساكرايد. هناخد الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. البوليساكرايد بقى بيكون many of monosaccharide. يعني ايه الكلام ده؟ قبل ما اعرف يعني ايه الكلام ده يا شباب, انا محتاجة اعرف شوية معلومات مهمة عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي من اهم من اهم المولكيولز inside the organisms. مهمة في ايه؟ ها نقول ان هي create الانرجي. مهمة جدا في الانرجي. اهم مولكيول في الانرجي, يعني تخيلوا انها اهم من الليبيدز والبروتينز, اهم من البروتينز واهم من الدهون في انتاج الطاقة. طبعا احنا بنتغذى اصلا يا شباب علشان ايه؟ بنتغذى اصلا علشان الانرجي. احنا عايشين بالطاقة مش بالاكل. يعني القلب بينبض, ها الهارت بيتس دي محتاجة انرجي. المخ بيفكر وبيشتغل بانرجي. الدايجستيف سيستم كله, المعدة والامعاء والقناة الهضمية كلها بتشتغل بالطاقة. خلاص احنا محتاجين الدم, السيركيليشن بتاع البلد داخل الاوعية الدموية بيشتغل بانرجي. اذا احنا محتاجين الانرجي عشان نعيش. خلاص طب مين اللي بيدينا انرجي؟ الانرجي بتنتج عن حرق الكربوهيدرات. فهمتوا؟ حتى لو انا ما اكلتش كربوهيدرات خالص, وهو نظام الكيتو دايت, الكيتو دايت اللي هو يقول لك وقف تماما الكربوهيدرات, زود لي بقى دهون وزود لي بروتين, حتى لو وقفت الكربوهيدرات في تفاعلات كيميائيه بتحصل جوه الجسم, وهقول لكم عليها ان شاء الله لما نوصل لها في الميتابوليزم. في تفاعلات كيميائيه بتحول البروتينز والليبيدز الى مستوى من مستويات التفاعلات بتاعت الكربوهيدرات. خلاص تدخلها في التفاعل في سايكل كده هناخدها ان شاء الله من حته معينه, كانها حولت الليبيدز والبروتينز الى كربوهيدرات, كان الجسم حول لي البروتينز والليبيدز الى كربوهيدرات عشان يديني انرجي. اذا الانرجي بتديني اصلا من بتجيلي اصلا في الجسم من الكربوهيدرات. خلاص طيب الكربوهيدرات بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على المولكيولز بتاعها, بيحتوي على كربون وهيدروجين واكسجين. تحتوي على كربون هيدروجين اكسجين, دي الاتومز اللي موجوده inside the molecule. المولكيول بتاع الكربوهيدرات عباره عن ايه؟ كربون هيدروجين اكسجين. طب ليهم نسب معينة؟ ليهم نسب معينة, وهنشوف النسب دي إن شاء الله دلوقتي لما ناخد الايه المركبات لوحدها. ثواني بس أنا عايزة أمسح, معرفش هو كل ما أكتب كده يشخبط الشاشة. طيب تعالوا نشوف مع بعض أول نوع عندنا وهو المونوساكرايد. المونوساكرايد ده هنقول كده إن هو السيمبل شوجر, السيمبل شوجر. انتوا عارفين الكربوهيدرات ولا لا؟ طبعا اكيد عارفين الكربوهيدرات, يعني مش محتاجين ان انا اقول لكم ان الكربوهيدرات ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن الدقيق مثلا, العيش, كل اللي هو نشويات, كل النشويات اللي في حياتنا, السكريات والنشويات, هي دي الكربوهيدرات. تمام؟ المونوساكرايد هو عباره عن سيمبل شوجر. خلاص بيحتوي على من 3 to 7 كربون اتوم. تمام؟ يعني الجزيئات او المولكيولز اللي بتاعت المونوساكرايد بتحتوي, احنا اتفقنا على كربون هيدروجين اكسجين. خلاص؟ فالكربون اتوم هي اهم حاجه عندي, عشان احنا بنتكلم عن اورجانيك كومباوندز اصلا. فعندي كام كربون اتوم في المونوساكرايد؟ عندي من 3 ل 7 كربون اتوم, ساعتها اقدر اقول عليها مونوساكرايد. تمام يا شباب؟ طيب هل ليها قاعده في الشكل بتاعها او الاستراكشر بتاع المولكيول نفسه؟
قال لي اه عندها عندنا قاعده للكربوهيدرات المونوساكرايد بالتحديد. المونوساكرايد ايه هي؟ CnH2nOn. تمام؟ CnH2nOn يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا قلنا من 3 ل 7 كربون اتوم. زي مثلا انا عندي كربون اتوم C 3 يبقى C3H 2 في 3 ب 6 O3. تمام؟ ده كده مونوساكرايد وليه اسم. طيب عندي ايه تاني؟ عندي مثلا نقول على سبيل المثال اهم مولكيول عندنا في الكربوهيدرات اللي هو الجلوكوز C6H12O6، ده مونوساكرايد، ده الجلوكوز. خلاص الجلوكوز والفركتوز، الجلوكوز والفركتوز تمام، اللي هو C6H12O6 هو الجلوكوز والفركتوز الاثنين نفس الاستراكشر. الاثنين نفس الاستراكشر، وهقول لكم دلوقتي ايه الفرق ما بينهم. خلاص يبقى المونوساكرايد هي السمبل شوجر. وقد ايه عدد الكربون اتومز؟ من 3 ل 7 كربون اتوم. الجنرال فورمولا بتاعت المونوساكرايد CnH2nOn. ايه اهم الاكزامبلز بتاعت المونوساكرايد؟ اهم الاكزامبلز، خلوني امسح الكلام ده يا شباب علشان نرتب. احنا قلنا رقم 1 المونو ساكرايد، مونو ساكرايد هنا في اتش تمام. المونو ساكرايد احنا قلنا ان هي عبارة عن تاني سيمبل شوجر، سيمبل شوجر و ميد اب اوف من 3 ل 7 كربون اتوم. تمام. الجنرال فورميلا، طبعا احنا بنكتب يا شباب الكلام ده عبارة عن ايه؟ الجنرال فورميلا عبارة عن CnH2nOn. طيب اهم اكزامبل بقى للكربوهيدرات، الاكزامبل الكربوهيدرات او المونوساكرايد في الكربوهيدرات هيبقى رقم 1، واهم واحد هو الجلوكوز، وتاني واحد هو الفركتوز. الجلوكوز ده عباره عن الانرجي، الانرجي مولكيول فين؟ ان بلانت اند انيمالز، موجود في الاثنين في البلانتس والانيمالز. اما الفركتوز ده موجود في الفروتس اونلي، وبنقول عليه الفروت شوجر. خلاص الفروت شوجر تمام يا شباب. ده بالنسبه للمونو ساكرايد. تعالوا بقى نشوف دلوقتي النوع الثاني، وهو سوري يا شباب كلير هنا. النوع الثاني من الكربوهيدرات وهي الايه؟ انا مش عارفة ايه اللي بيحصل، بس بتحصل. رقم 2 هو الداي ساكرايد. الداي ساكرايد ده بيكون عبارة عن ايه؟ الداي ساكرايد بيكون عبارة بمنتهى البساطة عن مونو ساكرايد كده، ده مونو و بلس كمان مونو ساكرايد، ويحصل بينهم تفاعل كيميائي يتحولوا الى ها في هنا بوند ما بينهم هما الاثنين، حاجه اسمها الداي ساكرايد. خلاص كده يا شباب الداي ساكرايد. طيب البوند اللي ما بين المونوساكرايد والمونوساكرايد دي اسمها
دي البوند دي اسمها glycosidic linkage. glycosidic linkage تمام. طيب ال المونوساكرايد ده عباره عن complex molecule كده، نكتب الصفات بتاعته ان هو complex molecule او complex sugar. complex sugar تمام. بيكون بيحتوي على ان هو زي ما قلنا union of two monosaccharide only اتنين بس، عشان احنا قلنا دايساكرايد، عشان ده دايساكرايد اذا هو اتحاد ما بين اتنين مونوساكرايد فقط. و البوند اللي ما بينهم دي مهمه جدا، البوند دي مهمه جدا، وتسالوا تسالوا في الامتحان كتير على الجلايكوسيديك لينكج، يعني لانه في عندي في البروتين في بوند وفي الليبيد في بوند، فانا لازم ابقى عارف كل بوند في كل مركب ايه. طيب ايه هي الاكزامبلز او اهم الاكزامبلز بتاعه ال الدايساكرايدز؟ عندي السكروز تمام، السكروز والمالتوز تمام يا شباب، السكروز والمالتوز. السكروز بيكون عبارة عن إيه؟ بيكون عبارة عن مولكيول. إحنا اتفقنا إن الدايساكرايد بيكون مونوساكرايد ومونوساكرايد وما بينهم جلايكوسيديك لينكج. المونوساكرايد الأولاني في السكروز عبارة عن جلوكوز خلاص. المونوساكرايد الثاني عبارة عن إيه؟ عبارة عن فركتوز خلاص. يبقى جلوكوز وفركتوز يدوني سكروز. أما المالتوز هو عبارة عن جلوكوز، عفوا عبارة عن جلوكوز بلس جلوكوز، يبقى وده عبارة عن جلوكوز وفركتوز، جلوكوز زائد فركتوز خلاص كده يا شباب. يبقى السكروز عبارة عن جلوكوز وفركتوز، والمالتوز عبارة عن جلوكوز وجلوكوز. طيب دلوقتي هناخد البولي ساكرايد الشكل النوع الثاني، وهو البولي الاخر نوع عندنا، وهو البولي ساكرايد نمبر 3 بولي ساكرايد. البولي ساكرايد هو زي ما قلنا ميني اوف مونو ساكرايد. البولي ساكرايد بيكون عبارة عن إيه يا شباب؟ بيكون عبارة عن يا إما موجود في البلانت أو موجود في الأنيمال، وكل واحد ليه دور. إحنا هنعمل زي تيبل كده وإحنا بنذاكر تمام؟ إيه هي أنواع البولي ساكرايد اللي موجودة في البلانتس واللي موجودة في الأنيمال؟ كده هو هنا in plants in animals. ايه اشهر البوليساكرايدز اللي موجوده في البلانتس؟ اول نوع عندنا او اول بوليساكرايد عندنا السليولوز. السليولوز تمام. السليولوز يا شباب ده بيكون موجود في السيل وول بتاع البلانت، موجود في السيل وول. احنا لما هناخد الاستراكشر بتاع الخليه بتاعه البلانت سيل، هنلاقي الممبرين بتاع ادي البلانت سيل اهي، الممبرين ده اسمه او الجدار بتاع الخليه اسمه السيل وول. يبقى بريزنت فين؟ بريزنت ان سيل وول، ده بالنسبه للسليولوز. طب عندي ايه تاني غير السليولوز؟ ها موجود في البلانت عندي كمان الستارش، ده برضو مهم جدا رقم اتنين، الستارش يا شباب ده بيكون موجود داخل البلانت تمام، داخل البلانت نفسها، وبيخزن الكربوهيدرات. الستارش ده بيستور الكربوهيدرات، ستارش
اظبطها بس عشان تعرفوا تشوفوها. ده inside the plant. Yeah, plant and store الكربوهيدرات او نقول ستور الجلوكوز داخل البلانت نفسها. تمام كده واضح. طيب ان انيمال ايه اهم البوليساكرايد اللي موجود عندنا في الانيمال؟ اهم البوليساكرايد اللي موجود عندنا في الانيمال اول حاجه الجلايكوجين. طبعا الجلايكوجين ده هنسمع عنه كتير جدا لما ناخد ان شاء الله الفسيولوجي والميتابوليزم بتاع الميتابوليزم بتاع الخلايا داخل الكائنات الحيه خصوصا الانسان. هنسمع الجلايكوجين في الفسيولوجي في الدايجستيف سيستم ازاي بيتخزن في الليفر ازاي بيحصل ايه الكلام ده كله هناخده بالتفصيل. عامه الجلايكوجين بيكون موجود في الليفر في الحيوانات. كمان عندي الكايتين والكايتين ده بيكون موجود في الاكزوسكيلتون الاكزوسكيلتون بتاع الحشرات بالتحديد الارثروبود اللي هي الحشرات. خلاص كل الحشرات احنا عندنا في قشره كده اي حشره بنمسكها بيكون ليها زي قشره او ليها حاجه صلبه من فوق هي دي الكايتين اللي بيحيط بيها. تمام كده يا شباب. طيب أنا عايزة بس أراجع معاكم قبل ما أوقف الشير. هفتح معاكم بس ال ثواني هفتح معاكم بس الملزمة علشان نبص عليها مع بعض. ثانية واحدة هين اهي. ايوه يا شباب اهو احنا النهاردة اخذنا من الشابتر الاولاني اتكلمنا عن الاتومز وعرفنا انواع الستراكشرز بتاعت الكونستيتوينتس بتاعت الاتومز. عرفنا النيوكليوس والاوربتس والنيوكليوس بيكون جواها البروتون وده بيكون بوزيتيف تشارج والاوربت حواليه الالكترون. وعرفنا يعني ايه ايون وامتى الايون بيسيب امتى بيتكون ازاي الالكترون بيلوز او بيجين وساعتها بنشوف الايون ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. بعد كده خدنا الاسينشال اتومز فور لايف وشفنا البريودك تيبل يعني ايه اتوميك نمبر ايه هي اهم المولكيولز المهمه في الكائنات الحيه. وبعد كده وطبعا زي ما قلت لكم يا شباب دي حفظه لازم ناكد عليها المولكيولز وانواع البونز المختلفه اخذناها وعرفنا ازاي بيلوز او بيجين او بيشير الالكترونز بتوين الاوربتس بتاعته. بعد كده عرفنا الميديا البي اتش بتاع الميديا امتى اقول عليه الكالاين وامتى اقول عليه اسيدك. تمام بعد كده دخلنا على الاورجانيك كومباوندز اخذنا الكربوهيدرات عباره عن مونوساكرايد ودايساكرايد وبوليساكرايد. المونوساكرايد هو السمبل شوجر عباره عن الجلوكوز والفركتوز دي اشهر امثله طبعا للمونوساكرايد عندي انواع كتيره. خدنا الدايساكرايد وايه اهم الاستراكشرز بتاعته. نسيت اقول لكم انه الدايساكرايد لما هو عباره عن اتنين مونوساكرايد لو بصيتوا معايا ادي ادي جلوكوز وادي جلوكوز اهو بيديني في الاخر الايه احنا قلنا المالتوز جلوكوز زائد جلوكوز بيديني مالتوز. تمام جلوكوز وجلوكوز بيديني مالتوز. طيب لو عملت ديهايدريشن كلمه ديهايدريشن دي معناها ايه؟ معناها ان انا عملت ريموف للووتر. كلمه دي او ما بحط دي في الاول معناها عملت ريموف خلاص ريموف لايه؟ عملت ريموف للووتر. ديهايدريشن هايدريشن دي للووتر خلاص فانا عملت ريموف للووتر بتوين التو مولكيولز يعني اخذت من C6H12O6 C6H12O6 دول اخذت منهم H2O خلاص اخذت منهم H2O
فخدتهم وديتهم فين؟ خرجتهم بره التفاعل، عشان كده حطيتهم في الريزلتس بتاعتي. فبقيت عملت dehydration، عملت dehydration. الdehydration دي هي اللي ادتني الايه، عفوا المالتوز او اللاكتوز او السكروز. طيب لو انا ينفع السؤال بقى، هل ينفع بعد ما كون عندي الدايساكرايد وليكن مثلا المالتوز، هل ينفع ارجعه تاني المونوساكرايد؟ ينفع نرجعه تاني المونوساكرايد. هاخد المالتوز، هاخد المالتوز واضيف عليه ووتر H2O، ارجع له المولكيول بتاع الووتر اللي انا خدته منه، وساعتها دي اسمها هيدروليسيس، بكسره هيدروليسيس. او كده ادي المولكيول اهو، بحط له H2O، دي اسمها هيدروليسيس، بضيف عليه ميه، ساعتها هيتحول الى مونوساكرايد، ومونوساكرايد اللي هو جلوكوز او جلوكوز او فركتوز وجلوكوز اند سو اون. اذا عمليه الديهايدريشن ما بين اتنين مونوساكرايد بتديني دايساكرايد. عمليه الهايدروليسيس او الهايدريشن في الدايساكرايد بتحولها او بتكسرها الى مونوساكرايد تاني. خلاص كده يا شباب. طيب اخر نوع عندنا من انواع الكربوهيدراتس هي البوليساكرايد. البوليساكرايد هو large number of monosaccharides، كبير طبعا، complex carbohydrates. زي ايه مثلا؟ زي مثلا النشا اللي موجود في الاكل اللي بنحطه على الدقيق وبنحطه على العيش والحاجات دي كلها، ده الستارش، ده بوليساكرايد. تمام، كل السكريات المعقده اللي احنا بناكلها اصلا وبنحطها في بقنا دي بوليساكرايد، يعني حته البسبوسه وعليها العسل بتاعها ده بوليساكرايد. سندوتش العيش الفينو اللي فيه بطاطس محمره ده بوليساكرايد. اوكي، ما هوش ولا مونو ولا داي، ولا مونو ولا مونو ولا داي. اذا البوليساكرايد ده عباره عن السكر المعقد اللي احنا بنتغذى عليه اصلا، اللي موجود داخل جسم الكائنات الحيه في شكل ايه؟ طب احنا بنتغذى على بوليساكرايد، طب هو موجود داخل الكائنات الحيه ازاي؟ موجود في شكلين، سيليولوز وستارش ده في البلانت، كايتين وجلايكوجين زي ما شرحت لكم ده موجود داخل خلايا الانيمالز. تمام؟ داخل خلايا الانيمالز. ده الفرق ما بين المونو والداي والتراي. هنتوقف لحد هنا، هنكمل ان شاء الله البروتينز والليبيدز والنيوكليك اسيد المره الجايه مع السوليوشن ان شاء الله المحاضره الجايه. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. معلش هي اول محاضره شويه بيكون داخل فيها كيمياء، تمام، المره الجايه داخل معانا فيزياء، فبيكون شويه في قلق، لكن بعد كده ان شاء الله المحاضرات لما بتكون بيور بيولوجي بتكون الموضوع سهل جدا. اتمنى تكون استفدتوا، اتمنى كمان ان انتوا تكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت الفيديو علشان احس بالتفاعل، وان شاء الله نتقابل المحاضره اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.